حصلت مكتبة الشارقة العامة على جائزة أفضل مكتبة في استخدام نظام إدارة المكتبات سيمفوني على مستوى الشرق الأوسط للعام 2016. حققت مكتبة الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الشارقة في العمل المكتبي بحصدها جائزة أفضل مكتبة في استخدام نظام إدارة المكتبات سيمفوني على مستوى الشرق الأوسط للعام 2016 التي تمنحها شركة النظم العربية المتطورة نسيج. حصلت مكتبة الشارقة على جائزة أفضل مكتبة في استخدام نظام إدارة المكتبات سيمفوني لعام 2016 وذلك جاء على مستوى الشرق الأوسط. جاء الإعلان عن الجائزة في المؤتمر الذي نظمته جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي والذي أقيم في دولة الكويت. وتقوم الجائزة بناء على مجموعة من المحاور التي يتم تقييمها ومراجعتها سنويا، حيث تشمل تطبيق أفضل الممارسات الفنية في وصف المجموعات وتصنيفها واستكشافها إلكترونيا، وكذلك جودة تطبيق نظام سيمفوني، بما يحقق هدف المكتبة الأمثل بأن تكون بوابة الوصول إلى مصادر المعرفة. نظام السيمفوني هذا اللي معمول به داخل المكتبة، هذا نظام إلكتروني حديث، أحدث حاجة نزلت في نظم الاسترجاع ونظم التصنيف والفهرسة في المكتبات. بالنسبة للمكتبة عندنا يوم استخدمنا هذا النظام كان أسرع بالنسبة لنا في الاسترجاع، أحسن في الاستناد بالنسبة للمؤلفين وبالنسبة للموضوعات. مكتبة الشارقة العامة معلم تاريخي للثقافة ومنارة نموذجية للقراءة والعلوم، حيث شكلت منذ نشأتها لأكثر من 8 عقود صرحا حضاريا مشعا أسهم في بنيان الإنسان الإماراتي وخلق لديه الفضول المعرفي والوعي الثقافي للمضي في طريق التطور والنهضة والمدنية ووجهة الدارسين والباحثين المتعطشين لقيمة الكلمة. تعتبر مكتبة الشارقة العامة منظومة ثقافية وواجهة حضارية من خلال ما توفره من معلومات تعكس مدى الاهتمام بالتعلم للفرد والمجتمع. لأخبار الدار فايزة الضنحاني من مكتبة الشارقة العامة.